أرسلت رسالة للطالب وأرسلها إلكم شباب. دراسة الاتصالات الكونية تتصل بالكائنات الكونية، ودراسة العلوم الكونية هذا طريق كوني يحتاج فيه استمرارية، ويحتاج فيه أنه يكون عندك عشق وحب للحقيقة. هذا مو طريق مال شهر شهرين 3 أشهر، هذا طريق مليوني، مرة تنجح مرة ما تنجح، مرة بين بين، مرة تفشل مرة تمشي. اليوم نلتقي، لدينا جلسة سفر كوني، نروح إلى كواكب الاندروميدان المباركة المقدسة. أني ستار سيد، أني اللي أحكي وياكم، أني من الاندروميدا. واستلمت منهم اتصال أنه هناك طلاب يريد يسافرون، نعمل جلسة زراعة الروح الضوئية. الطالب يكون مستعد نفسيا عاطفيا فكريا ودارس. روحوا اذهبوا إلى قناتنا، قناة المتميزون يصنعون الحياة، بالبلاي ليست راح نعرض فيديو. طالبة قبل دقائق أرسلت هذا الفيديو، بتقول إنه المركبات الكونية تظهر من خلال النافذة، يعني قريبة تقريبا من بيته. فأريد أقول لكم شغلة، الظهورات راح تزداد، والظهورات راح تقترب من البيوت، والناس راح تحتار. الدارس راح يفهم شلون يتصل، بس المو دارس راح يشيطن. جاي يقتربون من البيوت، الكائنات الكونية المركبات الكونية جاي تقترب من البيوت. تفتح النافذة تشوفهم، من تشوفهم اكو واحد ما يعرف يتصرف، يحتار. ولهذا أنا قبل سنتين كنت أصرخ، ارجعوا قبل سنتين المحاضرات، أصرخ يا ناس ادرسوا العلوم الكونية، يا ناس احنا جاي نعيش انفتاح كوني. فهسه القادم زيادة زيادة باستمرار، و إذا تدخل بالمركبة شو تشوف؟ هاي المركبة تدخل بها كائنات كونية، أما يكونون بليديا، نعم كائن كوني، جسم عيون ينظر إليك هو بالمركبة. شلون هسه أنا أحكي وياكم؟ وما تنتهي هاي الاتصالات، هم لديهم فكر، مشروع، تحالفات، يريدون أن يرجعون إلهم، لأن إحنا من عندهم. هذا هو ببالهم بدماغهم بفكرهم بوعيهم، ما تنتهي الاتصالات أبدا. فعلى الطالب أن يدرس يدرس يدرس. شوفوا كم مرة، والدراسة تكون جدية. خلي أشوفكم بالله دقيقة في مجال شبابنا. اليوم لدينا لقاء مرة أخرى، عندنا جلسة سفر كوني مهمة، نروح إلى كوكب الاندروميدان ويستقبلوكم كائنات الاندروميدان لزراعة الروح الضوئية. تمام، بس خلي أسوي شير. شوفوا شوفوا هذا الفيديو، هذا صادم جدا حقيقة، فوق الصادم. حتى شنو صادم؟ صادم قليلة أصلا. كل واحد راح يشوف هذا الفيديو راح يعيد كل الحسابات. واضح مركبة كونية، واضح جدا جدا. وهي تريد أن تخبر الطالبة، وهم ليش يظهرون هسه؟ وليش تظهر هاي المركبات؟ شنو ما عندهم شغل وعمل، محتارين، أو يريدون شنو، حفلة عندهم؟ لا، يريدون أنك تعرف أنه أنت تنتمي إلهم. يأخذوك، يسحبوك، تسافر معاهم،
إلى أعماق الأكوان. بس الفكرة أريد أوضح قبل لا نشاهد الفيديو يا شباب، شوفوا شلون تتعامل مع هاي الكائنات. هاي الكائنات تفكر من خلال الوعي الكوني وفكر ملايين من السنوات. شوفوا حساباتهم مليونية، احنا شلون جاي نفكر؟ احنا نفكر باكر شو اسوي؟ باكر شلون اطلع فلوس؟ فلوس كلها فلوس. الاسبوع القادم الشغل شلون؟ العائلة شلون؟ احنا تفكيرنا ارضي، هؤلاء تفكيرهم مليوني. فهذا جاب بالانجليزي، فلازم انت تسد هذا الجاب. جاب يعني فجوة. احنا نفكر تفكير ارضي، باكر عقبه هم ما عندهم قلق، ما عندهم خوف. شوفوا الكائنات الكونية، انتبهوا إلى هاي النقطة المهمة. الكائنات الكونية يرون الفلاح بالأرض، الفلاح بالأرض والملياردير، تمام، والسياسي والرياضي والفنان المشهور بسيم. الكائنات الكونية أنا أقصد الإيجابية يرون زعماء وزعيمات الأكوان، وفلاح بالأرض ذا سيم. انتبه، بالسفر الكوني الفورجيفنس، تسامح نفسك، هذا يحتاج تدريب. بالسفر الكوني مشاعرك اللي راح نعمل يعني هاي الجلسة، مشاعرك، أحاسيسك، أفكارك، روحك، أنفاسك تكون ضوء بكل ما عندك من قوة. لا ترتبط لا بالماضي لا بالمستقبل. تسمع الجلسة، تسمع الكلمة، وراح أيضا نغني قبل الجلسة، نغني نغني الغناء الكوني، نتصل بأرواحنا ونعلن نحن الضوء أحبة. ترتبون مكانكم، ترتيب المكان شباب، تأتون بالشموع، أحجار كريمة. لكن مهم الدراسة. خلي نشوف هذا الفيديو والله دقيقة، لأن وجدته جدا مهم حقيقة. شوفوا شوفوا هذا عجيب، هذا عجيب. هذا ظهر الطالبة تدرس العلوم الكونية. شوفوا مركبة كونية هذه، لاحظوا. بس الطالبة ما جاي تعرف شلون تتصل، كتبت لي رسالة، ما جاي تعرف شلون يعني انه تتصل. وهاي المركبة انا اقول للطالبة هاي عائلتك الكونية، اعتقد الطالبة من العراق اعتقد، لان كأنه الرسالة شيء بها النهج او يعني العراقي، ممكن الكلمات تقريبا اعتقد. لاحظوا عجيب هاي. هسه هذه شنو داخل المركبه هاي؟ هسه نفترض انت تدخل بيها، شو تشوف؟ كائنات كونيه وتشعر بالمحبه المطلقه، ومباشره تتصل. يعني افكارهم عندهم قوه بالتليباثي عجيبه اصلا. يو سي هاي المركبة هي مو صغيرة، انتبه، لو هي بالحقيقة هاي جدا كبيرة، بس بالجزء المادي تبدو صغيرة من تدخل بيها. شوفوا بالجزء المادي يعني بالجزء العالم المادي صغيرة، بس انت من تدخل بيها، انتبه لهذا الدرس، من تدخل بيها تنصدم، ممكن تكون بكبر القمر. فيها ممرات داخل المركبة، ممرات، وقادة وكائنات غريبة عجيبة، نعم، غرف وشاشات. يعني ممكن هاي المركبة هسه ممكن 1000 كائن كوني بيها، كبيرة جدا. وفي لحظة تترك الأرض، نعم، ويروحون مجرة التبانة، أعماق مجرة التبانة بلحظة. You see؟ فأنت شلون تتعامل مع هاي الكائنات؟ تعيش ضوء الأكوان. هذا شوف هذا مهم. تترك الزمن، تترك الأحاسيس السلبية، الترومات، هاي يحتاج إلى تدريب وتدرس العلوم الكونية. فنرجع قناة المتميزون يصنعون الحياة، ارجع للبلاي ليست العلوم الكونية، مناهج العلوم الكونية كلها موجودة وكلها فري، بس يحتاج استمرارية ويحتاج دراسة. وحقيقة مو يعني فقط يعني انت مو تروح قناة المتميزون يصنعون الحياة، ها، وبس تتفرج 10 دقائق نص ساعة وباي باي. لا لا، مو هيك، مو هذا. لازم
كلمة كلمة تدرس. شوف شوف كلمة كلمة. هذا الطالب ليش هيك قال؟ لأنه أكو جلسات طلاب يوضحون فيه الاتصالات الكونية، هناك كتب ناقشناها يعني لأشخاص حقيقة سافروا سفر كوني عظيم أصلا. الدراسة نريدها كلمة كلمة تدخل هيك بالزوايا، زوايا المحاضرة، وتربط النقاط وتفكر وترسم، تجيب قلم وترسم. هذا هيك قال، تربطه بالفيديو الثاني والفيديو الثاني بالفيديو الثالث، وتجيب ألوان أقلام، ممكن إذا تستخدم الدفتر يعني ورق، هيك الورق المادي ساعات ولسنوات. انتبه سنوات، لأنه أنت يابا أنت صاعد للبعد الخامس، أنت صاعد، الكائنات سابقتنا بملايين من السنوات، فأنت شلون راح تتعامل وياهم؟ مو هي فقط تعال سوي جلسة وغمض عينك وانطلق، لا لا، دراسة، يحتاج دراسة. فشبابنا الكون العظيم يبارككم، ألتقيكم اليوم، الكون العظيم يملأكم إخواني وأخواتي الأعزاء أينما تكونون، بسلام الأكوان، تقبلوا تحياتي.